ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay ahaa ka qabtay xaafadda Kandhaleed ee gudaha magaalada Burco saddex nin kuwaas oo laga shakiyay inay ku lug leeyihiin falal argagixiso saddexda nin ee ciidamada booliska qabteen ayaa mid ka mid ah ka soo jeeda asal ahaan gobolka Togdheer kana tirsan yahay shaqaalaha shirkadda Telesom ee gobolka Togdheer halka labada kalena ay ka soo jeedaan asal ahaan koonfurta dalka Soomaaliya howlgalkan ay ciidamadu ku soo qabqabanayeen saddexda nin ayaa qaatay muddo kooban taasoo qabashada nimankan ay ciidamadu u adeegsadeen تاشيرات رساسة وانا عيدنا وحبا كون نقونين مامولكا قبل كتك دير يوغانكا عيدما دا بوليس كا ايا يغو كاقاب سدي اني وحفا فاهينا كبيحيان هولغل كاني حالي كدعاي مغالا دا برعو يغو هدل كودا كسو كوباي اني سعدان هولها بارتاني لحرير فالكاني كيستك لأي وحا بين كي حالي ها مرلبات كسو رغال عليسي مغالا دا برعو دياردان هيبتي دالاقرانينين وقوحيا عبسي بدن كوا بورتاي دادكا مغالا دا وحانا قوحا دياردا سيبلا ميسلا دي مخريب كديب يدو دياردان اي هودا مغالا دا برعو كسو نايد تان يحيليغا يعيدا مدى بوليسكو هولغل كاني فرين ايان ابارا طبان كي يباركي هبيني مو اي كفرين ايان حافظا اي كسو نايان رقاني اي عيدا مدو قبتين وحانا ارنتا سن نقطة اي مدى يبلشو دا بدن كيدو شيغا يان ان دياردان اي قباشو دا رقاني وحرير كده حيو يدو جيستا كلنا اي صوبح ايان ورش شيغا يان ساكا صبحي هوري مداركا مغالا دا برعان اي وح ديارد صوفريسان ان مدابا اي ديارد صوفريساتي سيدو كلنا اي جران ان قار كترسن والباهنت سومالنا اي مالنتي شلاي اي قريين ان سراكيل سرسرا و كترسن سردون كا ودامادا رير قلبيت كا اي كسو غيهين سومالنا تدوينها مغالا دا برعايا يغو سيوينو هدل هيا ارنتن يدو مقاحيها يغوباها فردي كدرر كابا اي دادكو آدو هدل هيا فالكاني هبين كي حاليا هكدا عي مغالا دا برعو يدياراد دا لبدي هبين ودن بيبا كسو غنيد هوا دا مغالا دا برعو maamulkii ugu horeeyay ee ciidamada amniga ee gobolka Togdheer ay gacanta ku soo dhigan dad looga shakiyay inay ku lug leeyihiin argagixiso kuwaas oo haatan kiiskooda ay gacanta ku hayaan ciidamada booliska ee Soomaaliland iyadoo la sheegay in isla xalayba in saddexda nin loo dhaadhiciyay caasimadda Soomaaliland Hargeysa maxamed caawad maxamed shabakada caalamiga ah oo dweynay news burco